الراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبدو، وفي إحدى المقابلات لها قام المذيع بسؤالها: هل تندم في أن تصبح راقصة؟ فغضبت واحتجت أثناء جوابها، وقالت أنها لا تندم أبدا على الرقص، وحتى عندما ستقابل الله تعالى ستقول له كم أنها كانت تحب الرقص وتستمتع به. نادمة خالص؟ لا لا، مش نادمة، بالعكس بحبه جدا، لغاية لما أموت هقول لربنا أنا بحب الرقص.